شيء أغلب الرجال تفعله مع الزوجة، بالرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم فعله وحذرنا منه. تابعوا معنا. لكن قبل أن نبدأ أدعوكم لعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد قناة هل تصدق. لننطلق. حذر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف جميع المسلمين والرجال المتزوجين من العقوبة الإلهية لواقعة التعدي على الزوجة بالألفاظ القبيحة، لافتا إلى أن إداء الزوجة بلعن أبيها أو أهلها أمر ممنوع شرعا حتى لو تعولت المرأة عليها أو كان على سبيل المزاح. وأوضح الإمام الأكبر بأن الإسلام الحنيف ينهى عن اللعن والسب بشكل عام، بل ويعتبره من أكبر الكبائر، مستدلا بحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، ومن ثم يجب على الزوج أن يقلع عن هذه العادة السيئة التي تمحق حسنات الزوج مهما بلغت. وأشار الشيخ الطيب إلى أن هذه العادة ومع الأسف أصبحت لغة الشباب اليوم، التي انحدرت إلى مستوى يمزح فيه الصديق صديقة بالسب واللعن، مؤكدا بأنه واجب على الزوجة نحو زوجها توفير جو الراحة والهدوء والسعادة في البيت، وهي مسؤولية شرعية، كما يجب أن تكون أمينة على مال زوجها، كما يجوز للزوجة أن تأخذ من مال الزوج بدون إذنه لو كان الزوج بخيلا، ولكنها تأخذ ما يكفيها للنفقة عليها وعلى أولادها بشرط المعروف. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة، وأنتظر تعليقاتكم المحفزة والمشجعة، وبإذن الله سأرد عليها جميعاً.